السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. صلاح، good morning، how are you؟ والله ولا الخاطر يا رمس، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسر. وقلت أنا السلام عليكم، المهم كان ما قلت السلام عليكم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. أصبحنا اليوم بخير وسهالة وأمورنا طيبة وكل شيء زين ومن حسن إلى أحسن. شيء سير وشيء شيء اليوم سير الحين. السيرة الأولى بتكون جدا ياسمود، في شغل هناك برويكم إياه، بصوركم المكان اللي أنا سائر أسبه، وشيء ينفع يعني شيء زين وفنان وبخبر عنه إن شاء الله. عليك السلام، شو عاد هذا؟ ما أعرف شو كذا، كل يجي بيت أم ناصر. بيت أم ناصر طالب، إي حافر يجي الهوام الجاية. يجي الهوام، حيلهم يسوون هريسة، ما شي شرات تهريسة، ويدهنونها بدهنة هوش خضراء، وريحتها خليلة. الحمد لله جت على ولمة، أيوة! الحق علي. أنا الله تآب الرجيم. يب 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 لا تسوي لا سير ولا تعال بسرعة. يلا عاد أنت مغرافة المنهتر. يا أعطي صحن. أيوة هاي هريسة الهوامل اللي اسمها ميتني وميتك. شوف ليدي شعكة قبضة صحن قهوي. أيوة هريسة متقاودة رقم واحد وناضية، أبيعت أنك من الخرس. هو يقول حقهم دوار كريوك، كان اليوم ما يبقى بابا بحط بعد شوية دهينة. يلا هذا ابو ريوبي، الحمد لله رب العالمين. شو البيت شو مسوي؟ تعال جاي شو مسوي البيت؟ بسرعه افتح. يلا دنقو وهذا شباب، افتح هذا القرطاس. ايوه هذا شباب يا بقولكم، ما تيوز لي كل خدمه ها لان هالنمونة. ايوه يومك صلاح؟ ايه كل شيء زين. وين صرت؟ وين جيت اليوم؟ خلاص شويه بس قهويت عندهم؟ لا شو؟ لا ودهم ما شيء قهوة عندهم؟ بعد تكذب؟ بيت أخوي خلف ما عندهم قهوة؟ ما عارف. صلاح تريكت أنت ولا ما تريكت؟ تريكت ولا لا؟ خس تبغي هريسة؟ لا عادي شوي ما علي تحطوا له هريسة؟ يلا الحين بيحطوا لك شوي هريسة زين؟ أنا والله وربكم يلي تعبدوني اللي طنت صحانين منها. صلاح؟ صحة. شكرا صحة على قلبك. ثانك يو صلاح. الهريسة اللي يقولك يوم يقولك هريسة تم تتمايض، هذه هي الهريسة اللي تتمايض. شو قال؟ هاي الهريسة اللي هي تتمايض وتتقاود. هاي هريستكم بنغنام ها هوامل خدمتهم ماشي شرات خدمة لا اسمت يد من طرش ولا من هرس ولا من أمر ولا من غرف ولا من شر. يلا نهاد شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. عاد صبحت زقريتة عاد الحين مرة رقم واحد وعدال الخبير ما شاء الله عليه، وعندي هالرجال الطيف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ شو أصبحت؟ الله يسلمك. شو حالك؟ تو ما أسفر بيته وين ور؟ مرحبا براعي البطين، وراعي البطين مسير على والله مليون مرحبا براعي البطين، مليون مرحبا والله. مرحبتين يا ابو محمد. اسفرت وانورت واستهلت وامطرت. الله يطول بعمرك يا ابو محمد. لا حين الخبير امس اعطينا المدخن، شو اسوي فيه هذا؟ هذا انا زين، وهذا من هذا، والاخ الاستاذ مايد بن عبد الله المحيري. سايرين وين نحن الله يحفظك؟ ياسمين.
ليش سيرتنا هاي نحن؟ أنا بخبركم قبل ليش. نحن شوف أي شيء منتج أو حدث يفيد المجتمع أنا أكيد أنا أحس أن لكم علي حق أني أنا أخبركم عنه أو أني أطريه لكم أو أني أعطيكم الفائدة أو خلاصة الشيء اللي أنا ساير أسوي حق عمري. وحتى لو ما بسوي حق عمري مجرد أني مع شيء زين لكم حق علي أني أنا أعرض لكم شو هالمنتج. فهذا ما مش هذه ما تسمى دعاية، هذه تتسمى إعلان. الإعلان غير والدعاية شيء آخر. الإعلان حينه اللي الحين سايرين نطريه نخبر عنه شيء جديد وشيء مميز بكل ما تعني الكلمة من معنى، أي أن الشيء هذا موجود. شو اللي يفرق الشيء اللي نحن سايرين عسبه من الشيء اللي موجود في السوق؟ أولا تعرف الجمهور شو نحن سايرين عسبه. نعم محمد، نحن سايرين بصوت عالي عادل. عندي المركز، مركز اسمه كارزون. نعم. المركز متقدم، خدمات جودة عالية. أول شيء عندي العميل أو الزبون الكاستمر نسميه إحنا رقم واحد، يقول لك اثنين المنتجات اللي مستخدمينها والمياه اللي نستخدمها بأرقى ما توصل إليه العلم إن شاء الله الحمد لله، ونهاية المطاف نعطي خدمة ممتازة حق الكاستمر يكون سعيد أو هابي كاستمر نسميه. بعد نعم هاي دحين الطريق الى الموقع اللي احنا سايرين له في وين، كيف طريقه الوصول اليه، وخلاص من وصلنا احنا المكتب بنشرح للجماعه شو الانواع وشو يفرق اللي عندكم اللي عند غيركم. نعم. طريقه الوصول الى المبنى طبعا محمد هو في جزيره ياس، في ياس مول. نعم. طريق الحين عندك اكثر من طريق، يا يعني عن طريق السعديات يا من ابو ظبي، ولا عن طريق عند مطار ابو ظبي مدخل جزيره ياس. نعم. باتجاه حلبه ياس المدخل هناك، او يسمونه جزيره ياس الشرق، مدخل الشرقي بجنب يسمونه هو ايكيا، نفس المدخل ايكيا، نفس مدخل ايكيا. نعم المدخل الارضي، لان شويه المداخل ياس اكثر من المدخل فتستخدم المداخل الارضيه احسن. نعم. توصلك للمحل مع المكان توصل له ان شاء الله في ياسر المدخل الشرقي، وهذا ها علي سارك بالدور فراري تدخل من الطريق هذا، وهذا هذا المنحنى هذا ينزلك على ايكيا. ايكيا اي في وجهك عالم فراري ودرب ياس الترفيهي. ها ياس مول عالم فراري عالم لا وايد هذاك ما تقرأ فكره. المنطقه هذه اللي نحن فيها على يميننا ويسارنا أجمل الحدائق وفيهن ممشى، وكل ممشى شوفه هذا الممشى، ممشى مصروف عليه عشرات الملايين يا غير ما حد يدريبه. عندي سيف وسيفي في اليبل، منو يدريبه؟ منو درابه؟ ما حد درابه، لا حد يدريب ولا خبروا عنه ولا طروا ولا حتى حد يطريه. ترى يا جماعة الخير توجد حدائق هني غناء تاخذ العقل، حضورك فيهن روحه ومشيك تطول العمر. هذا مدخل الحديقة جنوب حديقة ياس، هذا خطفنا عنه ونحن بعدها سالين سيدة ترانا باتجاه مدخل ايكيا. بس اعطوهن ابوي هالمناطق سنتين ثلاث بالكثير بتشوفون عالم اخر، عالم اخر لا يوجد له مثيل في الكون. شوف هاي الدنيا كلها مشاريع حينه ناشه ناشه، يا الله يا رب تحفظها من دار. ايكيا وايكيا وايكيا هذاك مدخل ايكيا، هذه ايكيا تدور عليك اليسار، نحب نسير بعدنا لين عقب ايكيا تخطاها. اكيد ايكيا هاي تدور على اليسار ونسير بعدها جدا، احنا بتي اشاره وبندخل منها يسار. عقب ايكيا بييك هذا ايس، من عقب ايس بعد تظهر سيده ذا ورنر براذر، هذا اللي توه الصرح العظيم الجديد هذا الارنب تفيدونه. ها هذا منه تلف يسار، هذا المدخل مرة ما بضلالة، هذا ورنر براذر. ها تم الافتتاح، للي ما يدري فليدري هذا يته العالم جميع أنحاء الكرة الأرضية، وانتو بوياسي في بيوتكم. هذا منه تلف يسار، من تلف هذا يجيك. ها ياس مو قدامك،
هاي لفت سيائر السلمة اللي على اليسار ما تصير فيها، تظهر سيدة طرف هذا وخلاف اللي في الشارع يلف من اليمين ابو محمد ياخذ بكيوتير على اليمين روحه. اي نعم تلقائي نهاية المطاف في دخله موجود اعلام. ايوه من توصل ها يدور حينها تريانو عليك عليك اليسار، نحب ندخل في الدخلة هاي اللي قدام وبتيك نشور واعلام مكان اللي نحن سايرين عسبه. احمد تطهر ها تدخل الطرف هذا، شوف مره حاطين الاعلان كارزون يسار، وهاي النشور كلها عسبه، النشور هاي كلها عسب كارزون، هذا مدخل خصوصي خاص مسوي له، وانت ساير مره لا يمين ولا يسار. متيكه يك هذا الرجال ها تقبض تريد سيد في الباركن، شوف يسمون موقف الازياء وعلى يسارنا كارزون، هذا على يمينك ابوي موقف الازياء وعلى يسارك كارزون. مره ما بضلاله هذا كارزون اللي تشوفون الكارزون اللي خبرتكم عنه، هذا محلهم هذا استقبالهم. شو السبب ما يتحطين حرمه في الاستقبال محمد؟ هاي الحرمه متخصصه نعم تشتغل السيارات، لان بعض المرات الحرمه كحريم عند الكاستمر يجينا خصوصيه لها. نعم. فهي تقدر تتعامل معاهم وتشتغل وتراويهم شو يستوي في سيارتهم، وهي سيرتيفايد عندها شهادات تقدر تشتغل في السيارات وتنظف السيارات وتسوي لها البولش واللي بتركب لها مخفي. هذه الحرمه نعم. هاي صار لنا سنه نشتغل معها. ما شاء الله عليها. السلام عليكم. السلام عليكم. How are you madam? I hear a lot of good things about you. Thank you very much. You are a Urian man. شو اسمه للحرمة الحديثة؟ Iron woman. Iron woman. Iron. وأنا قلت يوريا؟ يا مزرعة. سوري ما علي. How are you? السلام عليكم. كيف حالك؟ الله يسلمك. يا مرحبا بك. تعطونا كل ديتيل ولا أقول لك كل الأخبار اللي عندكم تخبرونا بها. وايد ضروري. ما يدخل اشياءكم الحين اللي هي موجوده. هذه ابو محمد اول ما يجي الكاستمر يبي يعرف شو الفرق، ليش هو يميز اليوم كارزون عن الناس الثانيه. نعم. كل واحد عنده منتج وكل واحد عنده يبرز نفسه، هذا السوق اليوم هو السوق التنافسيه اليوم العالميه نقولها نحن. نعم. فاليوم هذا اللي يميز الناس، اليوم يشوف الكاستمر او الزبون يبي المنتج اللي بيركبه شو يفرق بينه وبين المحلات الثانيه. يعني اليوم يومي الكاستمر يقول لك انا بركب عازل حمايه حق السياره. ابو محمد انت يومي الكاستمر يوم التمييز بينك وبين غيرك لازم جوده المنتج. نعم. الكاستمر او العميل اللي بيجيني اليوم بيشوف شو الفرق، انا اليوم بركب هذا مثلا عنصر او منتج منافس وهذا المنتج اللي عندنا احنا. زي. اليوم بدل ما تدفع الدبل نحن نراويك، يعني نقول لك احنا المنتج صحيح اللي يناسب اختصاصك واحتياجك. نعم. والميزانيه اللي تبغاها انت. نعم. طبعا مختلف الانواع، عندنا الحمايه بالجلاد او الحمايه بالسيراميك. اها. وكلها او الحياء. طبعا ابو محمد الحين مثل ما قلنا المنتج يناسب الشخص او العميل او الزبون اللي بيجي اليوم. نعم. يحصلها. عادة اليوم ما نبغى نخلي العميل ماله او الكستمر يضيع. نعم. الكستمر هي خدمات واضحه. اها. هاي ليفل، يعني مثل ما قالوا صوره عاليه. اليوم نعم. انا اليوم ابغى اغسل سيارتي. عندي نوعين من الغسيل، ما يلف والدور تعطي عشان ما يكون شويه موقف الضباب. ما يتشتت. لا ما يتشتت. آه. حتى يوم المخفي يركب المخفي، يحط المخفي يختار على عينه. نعم. مثلا يوم تقول لي انا بركب مخفي، اقول لك شو الدرجات اللي تحبها تشوفها في سيارتك. عينك تعبانه تحب الخفيف تختار النوع الكبير. ابى اركب الحمايه الجلاد، هي تختار استخدام الكبير، تبغى لمعه السياره. نعم. ولا تبغى حد منهم يبغى مثلا الكاربون فايبر. ولا مثل الكاربون فايبر ايش تبي سيارته؟ شيء شيء يعني. ها؟ نعم نعم، هذا المنتج اللي يميزنا اليوم معنا. هذا اللي يميزكم انتم. نعم. حد يسوي هالنمونه؟ هذا لا ما حد يسوي لانه شفاف. ايوه. يعني اي لون بالسياره بيركب. شو نوع الجلاد اللي متاح للناس سبت تعرف الفرق بين هذا وهذاك؟ عندنا يمكن اكثر من اربع انواع جلاد ابو محمد. نعم. عندنا المات او هو اللون الداكن السامت. اها. اذا السياره لمع فيها وتباها سياره لونها مات او سامت. أها. نسوي لك اياه، واذا بغيت لمعه السياره ما تخوص طبعا تشوف اللمعه كانها سياره جديده من وكاله ويحمي السياره من الخدوش والضربات الخفيفه. نعم. واذا حد حاب يسويها مثل الكاربون فايبر او هذا اللي انتم ميزكم صح؟ نعم، هاي المنتجات اللي تميزنا، واللي يميزنا اكثر من المنتج
انه في خاصيه السيراميك بدل ما تدفع مرتين. هذا المنتج عادي منافس، نعم، وهذا المنتج عندنا كيف الماي ما يتم يلصق فيه يروح بسرعه. هو الفرق اللي بين المنتجات اللي احنا تاخرنا عليها. هذا اللي اخركم يعني من العام بالسنه والحين تريه. نعم. هذا اللي اخرنا وخلانا نجيب المنتج الصحيح حق الزبون، لان طبيعه بلادنا هني تختلف عن طبيعه اوروبا البارده ولا الطبيعه الحاره في. هذا اللي خلاني انا اتريى من 10 شهور اتريى المنتج هذا، ما بهاين علي سيارتي بحكي ارتب لها من شرق ولا من غرب. فلذلك تريت والحمد لله صبري ما صار على الفاضي، وبحصل المنتج الزين والشيء اللي الفنان اللي انا اريده. ما شو بترتبوا لي انا؟ طبعا ابو محمد اليوم هذا اركب لك المنتج حمايه السياره من خارج ستك اللي هو هذا. هذا المنتج، نعم، اللي يحافظ على لمعة السيارة. ما نعم. شاء الله لون النيسان اسمه أسود لماعي شوي. نعم. فلازم تحافظ على اللمعة هذه. نعم. وركبتها المخفي الشفاف الخفيف. يعزل الحرارة ويحمي العيون. ما تم عيونك مزغللة. ومن داخل السيارة إن شاء الله بركب لك السيراميك، المنتج السيراميك اللي عندنا إحنا. ليش هو يفرق اليوم عندنا؟ نعم. أن ما فيه المواد البترولية الطائرة اللي تضر بالنص. نعم. هذا المنتج اللي هو نكمل فيه دورة صداقة البيئة. حق مايد أنا حين وصلت عندكم زبون. نعم. شو الإجراء؟ شو كيف تتفاهمون وياي أنا؟ نعم محمد، أول ما الحين جاي أنا متشتت. نعم. جاي أنا سمعت إن عندكم شيء الفلان، عندكم أشياء وايدة. نعم. كيف منو بيتفاهم وياي؟ شو نعم. الشرح اللي بحصله من عندكم؟ أول ما يوصل الزبون عند أبو محمد نشرح له شو عندنا المنتج ونشوف نعم. شو هو يحتاج. نعم. على ضوء هذا نقرر نعطيه الباكج او الخدمه اللي تناسب اللي هو يطلع لها. نعم. اول ما نستلم السياره ونشوفها عنده نعطيه الخدمه اللي اختارها مثلا على سبيل المثال يا بيركب مخفي ولا بيركب الحمايه بالجلاد ولا بيركب السيراميك. عندنا اذا كانت حرمه ليلى تمسك الموضوع تتولى ليلى. نشوف الكاستمر اول ما نشوف السياره ككل. نعم. شو عليها اذا فيها اصابات ولا ما اصابات. الكاستمر يشوف يتقي يعني يستلم نشوف السياره من عنده ونتاكد منها كما هي نزيد. وبعدين اذا فيها زليغات طشون زليغ شخص غيروني فيس صغيروني هذه وين عندنا الليله هذه الحرمه المنطقه معانا ما شاء الله عليها هي المتخصصه في هالشيء. شغلتها تحدد اول شيء وين الشموع وشوف الكاستمر. عندنا اجهزه تقرا الشموخ هذه والإصابات ونسبة سمك الصبغ. يوم يشتغل الشخص نشوفه راوي قبل وبعد. هل أنتوا تعالجون الشموخ هذه؟ نعم نعم. قبل ما تبتدون في قبل عن نبتدي في التركيب المنتج لازم تغسل وتسوي لها البروسيس هي البوليشينج. وبعد البوليش ترجع تغسل وبعدها تتركب الإجهزة. الإجراء يأخذ مثل ما قالوا الكواليتي أشورنس نسميها إحنا أو الجودة العمل الإجراءات حق المخرج الممتاز. الأشياء اللي في سيارتي شميخات ها هذا واحد وهذا واحد شوفوا ها. أول ما تفتح امسك شوي منها خلها شوف هاي كلهم ضربات. هذا حينه قبل بنصوركم قبل وخلاص بعد عقب ما تذهب السيارة شو اللي بيستوي إن شاء الله. هيك عادة عن المنظر الخارجي والمخفي كيف بيكون وكل شيء كل ما يتعلق في السيارة شو بيسوون لي شو الخدمة اللي أنا بحصلها مقابل ييتي هذه شو الاختلاف السيارة بيكون من داخل ومن برا إن شاء الله. forget I take picture for my car okay. scratch sure I will you will check and find that again إن شاء الله don't worry. عندها هالجهاز هي هذا القلم what's look what does for this one this ولا... is for the inspections for the car sir this is our Achilles for a pen we will find all the scratches that it's in your car like you said you took a picture we will find it for you and then we needed to see all around this car and then we needed to log it down on our car inspections so we know where is the deepest scratch and then we have a paint gauge so we will inform the client if you done the repainting or it's an original paint we can tell it this way Our Where did you learn all these things? You're still young. For I'm a car fanatic. I cannot afford to buy Lamborghini, but it's my pleasure to serve and to do a lot of things. Nice to meet you. Yes. Okay. أحب باختصار خبر العرب للي ما يعرفون إنجليزي. زين، أبو محمد. شو قالت؟ تكلم عن الأجهزة اللي عندها والمعدات اللي عندنا. نعم. تكشف الشموخ وين مكانها، الليت اللي فيه نوع خاص من الإنارة.
يبين لك وين مكان الشموخ اكثر ما تشوف العين. والجهاز الثاني اللي عندها هو الجهاز اللي يقيس سمك الصب اللي عندي اليوم، يعرف السياره هاي مصبوغه ولا مش مصبوغه وكيف نشتغل عليها في وقت البولش او تلميع خواز الشموخ، كيف يطير الشموخ كم الشخص يقدر يشتغل عليه. يستحسن السياره بيتيكم تكون جديده، يستحسن ان تكون اسهل في الاخراج تخلص بسرعه لكن اذا جت سياره مستعمله لازم نسوي لها الاجراء هذا ونخطف عليها نسمونه تصحيح اللون او بين كوركشن او كلر كوركشن، تصحيح اللون حق السياره كامل وحده. نعم. مثل ما كان البني ادم يلبس برا في الشمس يغادي تان سياره تسوي ذراعات بعد. نعم. ما انت تقصد في السياره تكون تان، يعني هل انه تكون حثه من خارج ولا صبغها خاز ولا خفت اللمع ولا غدا اللون باهت؟ اللون باهت. الشمس تاثر على السياره، عوامل خارجيه كثيره تاثر على السياره. حتى لو جديده، بعد فتره تلقاها تشوف حث السياره انزين، ويوم توقفها في الشمس والمطر والاشياء هاي كلها تاثر في السياره. هذه وين الشخص لازم يسوي العنايه بالسياره. عشان كذي احنا اليوم يعني حتى السياره اذا ماخوذه من سنه يقدر الادمي يجيبها. نعم. حتى لو ركب جلاد مكان ثاني. نعم. ترمون تشلونه، نشل الجلاد ونحط له جلاد جديد ونرد السياره كما كانت اول. كان وكاله تم سيارتها لمعتها جديده وخدمتها جديده متميزه ان شاء الله. جزاكم الله خير. على فكره برد على الكربون هذا اللي تو خبرني عنه. ايه. وايد ضروري يكون الشرح ادق لو سمحت. لان انا فهمت لكن في خاطري افهم اكثر. حاضرين ابو محمد. طريت كاربون فايبر. نعم. زين. هذا قبل صح؟ هذا بدل السيارة الأصلي. الأصلي. اللي مبين. زين. كثير من الناس اللي ميزنا إحنا المنتج مالنا. أن منتج شفاف كاربون فايبر. اللي هو هذا. نعم. يعني هذا عادة أعتقد يكون على الجامات شيء في الأطراف ولا؟ حد من السيارات هي السيارات الرياضية المرسيدس البورش الفراري والهذي لك الكاربون فايبر. نعم. الكاربون فايبر طبعا عنصر غالي كثير، هالمادة غالية، فالناس يقول لك انا ما اقدر اركب الكاربون فايبر. اللي يحتاج الكاربون فايبر لانه شفاف ياخذ مع لون السيارة. يعني هذا الكاربون فايبر هذا يتركب على اي لون من الوان السيارة، هو شفاف. نعم. ايوه. فالحين هذا الحين اركب على اللون الاسود. نعم. فما بالك لون السيارة غير ولا لون غير، ببين الكاربون فايبر كانه لون السيارة طبيعي ما عندك شيء. ايوه. وهذا اللي يميزه هو المنتج مالنا. لكن كوكالات تطلب سيائر بهالطريقة. نعم. لكن الوكالات هي المادة كاملة كاربون فايبر على السيارة كاملة. طبعا الوكالات ميك سيارة كاربون فايبر منتج غالي. مو بأكثر الناس يقدر يركبونه أو مش مركب طالب السيارة بدونه. طيب الإيحاء الكاربون فايبر هذا المنتج اللي عندنا يميزنا المنتج هذا، يبين السيارة ككاربون فايبر مشفاف، ما عيبه اليوم عقب سنة يقدر يشتغل ويرد السيارة طبيعية كما كانت. وعندنا الثاني منهم بعد مثلا فيه اللمعة، اللي يحب اللمعة اللولو وقال مثلا لولو سيارة سودة لولوية أبيض لولوي، أي هذا الفرق اللي يميز المنتجات هذه من المنتجات الثانية اللي مش موجودة منها في الإمارات. الحين اللي أقصده، هل هذا الكربو فايبر مش موجود عند أي مكان؟ مش موجود هذا الكربو لأنه شفاف. الشفاف مش موجود إلا عندنا، والمنتج يميزنا أن هذا بيركب مع أي لون. شو تصنيعه؟ تصنيعه هذه الشركة تحت شركة هايونداي أصلها. تصنع حق هو مصنع كبير يصنع حق مصانع كثيرة. نعم. فأنتجوا المنتج ستك اسمه حق يكونون متميزين عن المنافسين أو الخطوط الإنتاج العالمية الموجودة في العالم. شو يميز محلنا هذا اللي نحن فيه كارزون عن كل المحلات؟ شو البرودكت اللي موجود عندكم مش موجود عند حد غير؟ المنتج اللي عندنا اللي يميزنا عن منتج الناس هو المنتجات هذه اللي شفتوها يا ابو محمد. نعم. منتج نظيف، منتج ذو جوده عاليه وخدمه عاليه حق المنتج هذا. بس مش منتج هذا، حتى عندنا اليوم عندنا المنتجات اللي يسمونها السيراميك. المنتج الثاني هذا السيراميك، السيراميك غير عن الجلاد. نعم. شو اللي يفرق هذا عن هذاك؟ نعم ابو محمد، هذا السيراميك هو عباره عن طبقه زجاج. نعم. ينحط مادة يعني السائلة. نعم. ويصير بها كيورينج أو المعالجة بالحرارة الانفراريد يسمونها. فتتحول هاي المادة من مادة مائية إلى مادة زجاجية. زجاجية. تحمي السيارة تعطيها لمعة. لكن هاي المادة يعني هذه مادة حلوة حد الناس يرغب بها تركيبها. نعم. ولكن اذا في صار سكراتش ولا حد ضرب سيارك لازم ياخذ وقت طويل تركيبها بغرار الموجود هو الجلاد اللي يركب السياره.
يعني شو تنصح انت؟ انا مثلا شو بترتبوا لي؟ انت سيارتك ابو محمد سياره جديده وبخص اللون الاسود. نعم. انا انصح بتركيب الجلاد البي بي اف هذا. نعم. يعطيك اللمعه ويعطيك الحمايه، لا قدر الله تعرف عدالك واقف يضرب حد سياره، لو حد قدر لا قدر الله انت واقف في موقف ضيق والامكان بطل الباب ضرب الباب يحمي السياره من الشميخات اللي تصب السياره. الحين سيارتي انا واقف فيها من هالموضوع. هذه هي وين الحين ليلى كانت المنطفه تشيك على السياره وتقيم السياره وتشوفها وين تبى تخلص، كيف تخلص الامور هاي تنظفها يومين يبتدي يركبونها. تبي السيارة زجاجية ملمسة مختلف وزجاجية لونها تحافظ على اللون رونق اللون. الحين اشرح لي هاللي جابلك اياه الحين العامل. نحن تكلمنا سيارتي انا سيارة سوداء، هاي السوداء العادية وبغيتها الأولوية. كيف يعني الأولوية؟ طبعا هذا الميز المنتجات اللي عندها ابو محمد. الحين ركبنا عليها الجلاد الشفاف، هذا شفاف ترى. اعطاها اللمعة الأولوية حق السيارة. سوت قماشي. نعم. أيوة. ها أبو مضحك قماش. نعم. هاي يقولك أبو مضحك قماش هالنمونة. نعم. محمد. طبعًا هذه اللي يميز المنتجات هذه على المنتجات الثانية. يعني هذا الحين كان لونها بهالطريقة الأسود. نعم. اللميع العادي. نعم. لكن أنتوا حطيتوا له هذا الشفاف اللي يجلب السيارة. نعم. من أسود لميع عادي إلى أسود لميع لولوي. نعم. يعني واللون هذا شفاف يركب على جميع الالوان، جميع السيارات وجميع الالوان. هذا اللي يميز المنتج اللي اقول لك عنه. هذا مش موجود الا عندكم انتم، مش موجود الا عندنا في كارزو، وهذه اللي اخرنا كنا نختار المنتج الزين حق الكاستمرز. لان مثل ما قلت الناس يجون يبون يتميزون في سيارهم وفي الخدمه اللي جايتهم مقابل المبلغ اللي يدفعونه فيها. هل هذا عليه ضمان؟ نعم، كل الخدمات الموجوده هنا علينا ضمان 4 سنوات وطالع. ما شاء الله. نعم ابو محمد، هذه الخدمة وفيها، لكن لازم الشخص اللي هي مركب عندنا يتابع معنا احنا حق نحمي سيارته مدة اطول. نعم. من 4 سنوات. نعم. ابن عبد الله، ما شفتك تتكلم في شيء الا عندك خيال وعندك ما شاء الله دراسة وعرف. ما ابن عبد الله انت من؟ انا وايد عبد الله مهيري، ابوي عبد الله بن مايل. طبعا ابوي تاجر. نعم. رجل اعمال الله يحفظه. تعلمت الشغله هذه كلها من الوالد، هو المثل اللي اعلى. وانا صغير كنت يمكن اسير معه دوم بالشغل متابعه واشتغل معه، اشتغلت في شركات الوالد من مدخل بيانات لين مدير عام شركه الوالد. ما شاء الله والحمد لله. تعلمت هذا فخر لي اني اتعلم من مدرسه الوالد. الله يحفظه يطول بعمره. البزنس اللي عند الوالد الله يحفظه. الله يطول عمرك ابو محمد. الوالد من استوى كان في تجاره في الاخشاب. نعم. اول السبعينات والستينات. نعم. كان قبلها ايام مع الشيوخ الله يحفظهم، الشيخ شخبوط والشيخ زايد. يسوق تاكسي بالمتكس الله. وقبلها قبل في الرويس يوم يسوون الرويس يكدون حصان. معلوم. فمن هاك اليوم ابوي عصامي مبارك الحمد لله. تعلم من عنده، والوالد عقب فتح شركات المواد الغذائيه يستورد. نعم. المواد الغذائيه تجار جمله ما قال. نعم. المواد الغذائيه السكر والعيش. نعم. والطحين وهالسوالف، وعنده شركات النقليات وعنده تاجير السيارات. تعرف الشيء كبير السن ما يحب يكون يارس البيت ما دام متعود وعايش على هالحياه. نعم. الحمد لله الله يحفظه. اخذنا من عند الوالد هذه الخصله ونتعلم من عنده ان شاء الله دوم هو مثلنا الاعلى. انا سوري تدخلت في خصوصياتك لكن ما ادري كيف يا اخي. لا. حسيت انك اني يعني لازم استغلك باي طريقه. لا. انا من كل من دخلت لك في موضوع لانك ما شاء الله عليك عالم في الدنيا كلها تبارك الرحمن، فانا سررت بلقائي معك وياستي وياك. نحن تعارف اي نعم وايران من اول ما تحولنا في البطين ونحن مياورين ما يقارب 30 سنة. نعم. هي يقير ما شاء الله تبارك الرحمن. انت من نوع يعني فخر اشوف للشاب الاماراتي المثقف. وين درست؟ درست امريكا. نعم. في اوريغون بورتلاند. شو تخصصك؟ مانجمنت انفورميشن سيستم، اداره نظم المعلومات. ما شاء الله عليك. الحمد لله. واشتغل موظف وعندي تجارتي بجنب الشغل الحكومي، اشتغل في التجاره الخاصه. نعم. اطمح اليوم في يوم من الايام اني اكون مثل الوالد ولا ربع منه ان شاء الله. عسى ان شاء الله باذن الله يسلمك. تحب انت كاليفورنيا صح؟ يا سجلت ثاني. ها زين خبرني تو قلت كلام جميل عن كاليفورنيا. كاليفورنيا جميلة.
نعم. جو حلو، جو بلادنا. بس الشمس محار، اللي يحب البحر والصيف، شتاهم أبرد من شتانا بشوية. نعم. وأمس يعني من قريب. هي قريبة. 10 أيام. هي. شو اللي يميزها؟ ليش أنت تحبها زيادة على اللزوم؟ جوها مرحباني أبو محمد. كيف؟ يعني تقول لي من جيت هناك ما بتوني من السلامات. نعم. العرب كلها هناك. والله. وبلاد رخيصة، وبلاد جميلة، وأكلها نظيف، وشعبهم نظيف. سبحان الله. وين ما تروح ما حد سألك، لا حرمة حاطة حجاب ولا متغشية ولا الريال اللي لابس كندورته، ما حد يقول لك وين ساير، ما حد يقول لك وين ساير مدام حاشم متبع النظام. نعم. سوي اللي تبغى. سبحان الله. هاي الميكة وهاي كاليفورنيا بالذات. نعم، كاليفورنيا. مايد، شو اللي خلاك تفتح بزنسك هذا الطويل العريض في اسمود؟ شو السبب محمد؟ السبب هو لاني انا اليوم الشخص او الزباين، الناس اللي بيجون هني. نعم. عوائل. نعم. او هي المرتادين المولات. نعم. طيبي بيجي المول، بيجلس اكثر من 3-4 ساعات ساعتين. أه. في خلال الجلسه هذه يدخل المركز، يحصل الخدمه اللي يباها. نعم. المنتج اللي يباه. نعم. ويطلع وهو رايح البيت، لا قد تعطل شلوا سيارته ولا انه يعني الحاي اللي يباها ما خلصها. نعم. فهي مركز المولات، مركز متكامل. أه. فيه الخدمات كامله، ومن ضمنها التنظيف. يعني اللي مثلا انا بي المول انا وهلي. نعم. بي انا والعيال، يعني بالي 3-4 ساعات بين عشاء وتمشي وشوبينج. نعم. 3-4 ساعات اللي بي لسه انا ويا فريجي انا هني. نعم. في المول شو من خدمات بحصل اني جبت سيارتي؟ يعني بيكون حي وحاي وبيع مسابيح، بخلي سيارتي عندكم. طبعا ابو محمد اللي بي المول يبقى حاجه سريعه. نعم. يا غسيل سريع، خدمه الفي اي بي عندنا بسرعه بيغسلها. نعم. او بيركب مخفي. نعم. او بينظف سيارته اللي يسمونه الغسيل الناري، واللي الحين ما نتكلم كثير عنه. خدمات وايد عندنا في المركز، بس اليوم الشخص اللي بي بيحصل حاجه خلال الوقت اللي يناسبه. نعم. هي 3-4 ساعات بركب مخفي، بغسل سيارتي، بسوي له شيء، فبيحصلها في المركز التجاري هذا. بيحصل الخدمه اللي هي راقيه بالمكان اللي جاي فيه. نعم. مثل ما قالوا وياي مكان حشيم، خلي المكان. اي نعم. مايد شوف الحين شيء نتكلم عن خدمتين. نعم. بنتكلم عن خدمتين. نعم. خدمتي انا مثلا اللي هو خالد جاي بسيارتي عندكم. نعم. دخلت تنقيت اللي اباه مثلا، انا شو بتسوي لي الحين؟ بسوي لك الجلاد ان شاء الله. الجلاد. وسيراميك من داخل السياره. نعم. والمخفي الحراري، العازل الحراري. العازل الحراري حق السياره كامل. نعم. وبسوون هالرتوش اللي عليه كان شيء شميخ. نعم. ولا شياته. هذه من اجراءات العمل قبل ان اركب لك. قبل شيء وبعده لازم نمشي عليه البروسيس. جبت سيارتي انا مثلا، خليتها الحين مثلا، انا اليوم بخليها سيارتي عندكم. نعم. زين، شو بتسوي؟ كم يبالها وقت؟ ابو محمد اول ما في السياره شيء يكون عليها، شيكوا عليها السياره. نعم. سيارتك الحين صار لها فتره. نعم. يبالها تقريبا يوم ليومين بالكثير. أه. حق يخلصون الخدمه اللي مرجوه من سيارتك. نعم. طبعا اول ما السياره تدخل في المركز هناك. نعم. مركز ولا فيه غسيل السيارات هذا. نعم. غسيل السيارات، يغسلون السيارات الشخص. سيارتي هني. نعم. بتنغسل. تنغسل. الغسيل العادي يعني. لا لا، مش الغسيل العادي، الماء اللي عندنا هني منقى وخالي من الاملاح بعد. نعم. حتى مايكم غير. نعم. ما يدبوي انتم كبركم غير. هذا اللي يميز الخدمه اللي عند ابو محمد. نعم. انه خالي من الاملاح، ما في رواسب، اللي هي تشوف السياره متغسل يبين مثل الملح السياره. نعم. ما يتم عليها طبعا. تغسل السياره بغسيل البريشر والستيم. نعم. بعد ما تخلص من المرحله هذه نشل السياره وننقلها للغرفه الثانيه اللي هي هذه. هذه غرفه البولش يسمونها، او تنظيف السياره كامله من الخدوش. نعم. طبعا هني ناس محترفين متدربين عندنا. نعم. يشيكون على السياره ويبتدون ينظفون السيارة مرحلة مرحلة، ويخططون السيارة تلقى مثل القلم العمليات بالأخضر على السيارة وين المكان. أه. الخدوش اللي عليها. نعم. لين ما تتنظف، وبعد ما تخلص من البولش. نعم. ترجع مرة ثانية غسيل مرة ثانية. مرة ثانية المكان. مرحلة الغسيل مرة ثانية تتأكد. نعم. من السيارة نظافتها. نعم. ويتأكدون خلصت 100%. إذا في 100% تنتقل الغرفة الثانية، وهي غرفة يسمونها هنا غرفة النظيفة. أه. أو خالية من أي شوائب وغبار فيها. زين. هذه الغرفة غرفة
غرفة العملية أسميها أنا. اللي هي تركيب الجلاد. الجلاد والسيراميك داخل هاي ممنوع حد يدخل خلاص ما ينفتح بابها. من يسكر الباب يدخلون عن طريق باب مخصص. الباب دبل. هذا. نعم. هذا الباب يسمونه إحنا نسميه دبل دور مسكر ما حد يقدر يدخل داخل إلا الشخص المسافر فيه. طبعاً لأن هو ما تبى يطلع. أيوة. حرارته معزولة. تفضل. طبعاً أيوة. هاي الغرفة من تدخل السيارة تسكر يشتغل عندنا نظام فلتريشن. نظام الفلتر يسحب الغبار أي عوالق في الغرفة ويتم الغرفة نظيفة حتى الغبار. بتلاحظ إن محمد تحت ما في. ليش يعني؟ ليش نحن ما نظله؟ هذه هي الغرفة اللي أقول لك فيها مثل المختبر أو غرفة العمليات نسميها إحنا. الإنارة خاصة. نعم. مستثمرين فيها حق الشخص اللي بيسوي وبيركب السيراميك يبين عنده الشموخ ولا أي غلط أو حتى ذرة الغبار لاصقة تبين في الغرفة. سبحان الله. نعم هذا وين إحنا استثمرنا في المكان هذا. طبعاً إنارة خاصة، فلتريشن خاص، تبريد. أول شيء عندي العمال اللي عندي. يكونون في بيئة عمل مستانسين، الجو بارد لو حتى برع حر، معزولين هني في جو يقدر يشتغل إن شاء الله لو 7-8-9 ساعات كل أريحية. كل أريحية. هذه الأشياء اللي عادة اللي يشتغلون الموظفين عنده هني تلقاهم محمد بدون سواع، بدون خواتم، بدون حزام يشمخ السيارة. أيوة. ولا يضرب السيارة لدرجة أنهم يلبسون قفازات لأن بعض المرات حتى إيدك تشمخ السيارة. طبعاً هني المكان اللي يتم تدخل السيارة يبدون يأخذون قياسات السيارة ويقطعون الدي بي اف أو نسميه بي بي اف باللغة الجلاد. جلاد هو. نعم. ويبدون يركبون عليه على السيارة كاملة. نعم. ويأخذون قياسات. متى بدون خلاص بدأوا يركبون تبدأ تلقى البروسس حق مرحلة التسليم والتأكد من السيارة. اليوم خلصوا من الجلاد بدأوا يشتغلون من داخل السيراميك. نعم. حماية السيارة مثل ما قلت سيارتك ليش؟ هي والله. استعيبت أنا. نحن هني إن شاء الله سيارة بتشوفها أخير من سيارتي إن شاء الله. إن شاء الله. لا ما يسدني أي يسدني أنا ما بطمع يوم بتغدي سيتات سيارات إشارات سيتات سيارة كيسدني. بإذن الله أبو محمد إن شاء الله شيء يبيض الوجه. وجهك أبيض. نحن اللي نباها وياي في الطريق بعد خدمات كثيرة جاية بس نحن ما قالوا أتقن جودة عملك في هذا المكان وننتقل للمرحلة الثانية والثالثة والرابعة. إن شاء الله. يعني ما بلت كويت. لا. لا تتقن وس يعني. سلم بسلم على ما قالوا. احنا المرحله الاولى نفتح في ابو ظبي، المرحله الاولى هي في ابو ظبي. عندنا بيكون عندنا ثلاث مراكز بيكون اوريدي، عندنا مركزين، المركز الثالث بيكون بعد جديد بيفتح هي شقارين عليه، والرابع في دبي. اذا انت من ضمن الزباين مال المركز انت في دبي ما يحتاج تمر على المركز وتحصل الخدمه اللي تبغاها. نعم. ان شاء الله رحيل عالميه تطلعنا من الامارات الى خارج الامارات ان شاء الله، خدمات عالميه. نعم. وتوصلك الخدمه اللي احنا اللي ما قالوا الناس اللي ما تقدر او الاذرز اللي كانت دوت ما يقدرون يسوون الناس نحن ان شاء الله نسويه بخدمه معقوله وجوده عاليه ان شاء الله. ما تسوون لك كل زين، ما تسوون لك كل زين على الله يحفظك. الخدمات السريعه اللي تقوم بها. طبعا الخدمات السريعه جيت انا الحين انا ويا فريج بين 3 ساعات شو بتيلسوني ثلاث مخفي مالك محمد. بغير مخفي. شو سبب انسان يوم يقول لك والله بغير مخفي مالي؟ يا هي سوء المخفي او فيه انت تعبان منه لان بعض المخفي اللي تركبه يعور العيون خص بالليل. نعم. يسوي لك الرفلكشن او الارتدادات تشوف صوره وجهك في الجام. نعم. بطالع يسار ما تقوم تشوف، وهذا اللي يميز المنتج اللي عندنا، منتج يريح حق العيون و ما فيه الدواير او الليتات السيارات يتعب لك من نعم. طبعا هني الكاستمر بي غسل السيارة لكل سياره مخفي حقها. نعم. بيحصلها سياره جاهزه برا في خلال كم بين غسيل و تقريبا مع غسيل ومخفي تقريبا 2-2.5 ساعات تكون سياره جاهزه. يحضر فيلم يشوف فيلم وبيظهر بين فيلم وعشاء يلا. وبعد الثانيه اللي خص الناس اللي بيركب في الليل بمخفي وبيصير بغسل سيارته بدخل الموفي. عندنا صندوق خاص حقه. هي رقم خاص في الاس ام اس على تليفونه. نعم. يقول له سيارتك جاهزه، رقم الصندوق او البن نمبر مال المفتاح هذا حق تسلم مفتاح سيارتك رغم كذا كذا كذا. هذا من عقب ما تسكرون انتم. تسكر في الليل عظم اخر الليل يشوف الساعه 12 فيلم ويدفع ويخلص الخدمه يستلم السياره هو طالع من الموفي يدخل الرقم السري موجود ويشيل السياره ويروح. والله هذا شيء. والصندوق وين يكون؟ صندوق موجود برا سيف عليه كاميرا مراقب اي واحد بي السيارات اللي بتدخل ولا بتطلع مسجله حق امنيا حق حمايه الزباين مالنا واذا حمايه المركز التجاري. بارك الله فيك. اللي يميز شبابنا
شبابنا اللي نحن نعتز فيهم ونفتخر فيهم، وأنا أحب أتكلم عنهم دوم، بالأخص الشباب اللي ساروا ودرسوا في الخارج. يعني ما ساروا فقط للدراسة، ما ساروا فقط للتسلية أو يملون فراغهم بالشرق أو غرب، ملوا فراغهم شبابنا تبارك الرحمن بالعلم، وملوا فراغهم بالخبرة، شافوا أي شيء مميز في الدول الثانية ويابوه، يابوه إلى عقر دارهم، يابوه من داره وين يو تنتع وزرعوه عندنا. هذا المشروع، هذا من المشاريع اللي الواحد يفتخر فيها، انه مش كوبي بيست، مش مكرر، مش موجود عند اي حد، فقط يوجد في هالمكان اللي نحن فيه. شكرا ماير، شكرا، شكرا على هالانجاز وهالشيء الجميل اللي انا فرحت اني انا اكون اخبر العرب عن الخدمات اللي انتم تقومون فيها. هذه هذا شيء الواحد يفتخر به، شيء يعني مشرف. وعاشه الحين جيت انا، انت مش موجود، بالعكس موجود. مثل لا مثلا انت مش موجود، الشباب موجودين. مثلا هذا محمود، محمود تعال لو سمحت، ها مالي هذا محمود، تعال يا الله يخليك. محمود انت من وحين؟ محمود انا من سوريا، من مركز هنا سندر كارزون ياسمون باركن فيشن باركن. بسؤول عن الخدمات الموجودة هنا عندك، من هل انت بملم نفس اللي قاله الحين مايد كله انت تعرفه؟ طبعا اكيد انا عارفه، بس مش اكثر منه، لان هو ما شاء الله عليه يعني المنتج، وهو اللي يعرف المنتج اكثر مننا. ما تشوفني كم انا صابر، كم انا صابر من العام بالسنه. ليه صابر؟ صابر فعلا سنه، ومن ما سالت انا اخر مره كانت 7 شهور. هي والله 7 شهور، 7 شهور والحمد لله وصل من كم يوم تقريبا. الحمد لله المنتج وفي اشياء احنا وحيدين حصريا هي موجوده على كارزون وعن شركه الستيك، هي خاصه لكارزون فيه. والحريم اللي يبين حريم ما يبغى ان الرجال حطوا له هالمره. موجوده ليلى ابو محمد، هذه قبل شويه. نعم موجوده ليلى، هذه متخصصه تعامل مع الحريم. نعم الزباين تجي تشيك على السياره. نعم. 4 مرات ان السياره الحريم الحين مثل ما تشيكت على سيارتنا نحن، الحين بنروح معاك ونشوف سيارتك شو سويت فيها، طالع شو السياره وكيف شو الاشياء اللي طلعتها من السياره، حق نبتدي الخدمة. المرحلة الثانية حق تنظيف السيارة. هذه ليلى، ليلى اسمها؟ ليلى. ها ليلى. لتمينو. Sure. So your car, if you could see it without light, it's like it's not normal the paint. But if you see the swerve mark, you can see it like the swerve mark. See, look at that, sir. The reflections of the light. This is show that it has like a lot of swerve mark. That's for the bad washing. أيوة. You can get that for the micro fiber, so that we will remove it that also. هذا من الغسيل وطريقة الغسيل في البيت أبو محمد، لأن هذه بعد الخدمة الفواد العادية. نعم بعد ما تخلص الخدمة نحن نحاول نعلم الخدم اللي عندكم. نعم. وهاتهم ندربهم ونعلمهم كيف الطريقة الصحيحة لغسل السيارة. هي ولا سيارة بهالحكي. أيوة شو دواوير غادي شو. فهي الطريقة أنت اليوم كيف تعلم الشخص اللي عندك في البيت. أنيمور. ها؟ from the door handle. هي هذا اللي خبرتكم عنه المساء. أنا صور. This is I make the picture and I show my followers. Sure. بعد هذا هني تحت ما رويتكم إياها. متشمخ تشمخن وايد وقت. هذا القصد عنه الشخص هم يستلم السيارة أو المركز. زين. الحين مثلاً مدام بوت ذا لايت هير. الحين هاي نحن أخطاء وطحنا فيها. الحين سوى في السيارة موجود. هذا ترى على فكرة بدون ليت شوفوا ما يبين. ها. شيء حلو ما يبين بدون ليت، لكن بالليت ها تبين الدواوير هاي اللي في السياره. زين هذا حين انا عميل ويت عندكم وشفت الحين سيارتي هذا اللي فيها. نعم. هل هذا بتسووا به انتم محمد هاي الفكره اليوميه؟ نعم. نعير السياره، نعاينها. نعم. يتم تشيكون عليها بعد ما يتاكدون من الاغلاط او نحن نقول اشياء حصلت فيها عوامل صار واستوى عوامل الطبيعيه. من العوامل الطبيعيه نبتدي نصلحها، هو يسمونه الغسيل. بعد ما غسل السياره نتاكد منها. نعم. نسويه ليلى. بعدها الشخص مال البولش يقرا الورقه اللي عنده تقريب. يعرف وين يركز على السياره، يشوف وين، وطبيعته يشيك على السياره كامله. محلت المواضيع هاي كلها.
يا انه بيحط سيراميك على السياره بيحميها او بيحط الجلاد وبيحميها او بالطريقه الصحيحه اللي هي بعد ما نستلم الخدمه نعلمه ونعلم الخدم اللي عنده في البيت كيف يعتنون بالسياره وطريقه غسيل. هل من بعد السيراميك وبعد الجلاد بعد السيراميك وبعد الجلاد حتى لو كان اللي بيغسل سيارتي في البيت ما يبتهنه، هل انه بتغذي الدواوير هذه موجوده؟ بتقل اذا ما حد اخذها في السيراميك بتبين عقب 6 شهور عقب سنه تبتدي تاخذ لك اياها. بس هي اليوم نحن فكرتنا نعلم الناس الخدم في البيت كيف، لان السياره انت تاخذها بقيمه. نعم. والقيمه ما تبغاها تنزل بالسياره مثل ما قال اليوم تاخذ سياره بنص مليون باكر سياره تقدر 200,000 حرام. نحن فاهمين ان نبتدي نعلم الناس في البيت. نعم. هي كلها تعليميه وتثقيفيه للناس بسيطه ما تاخذ وقت. اذا الطريقه الصحيحه تغسل السياره فيها الخادم او الشخص اللي داخل البيت العمال بيشتغلون تاخذ لك نص ساعه نفس الوقت. هي طريقه الاجراء كيف تنظف السياره وتنشف السياره، اذا اتبعتها السياره تتم معك فتره طويله كانها سياره جديده ما فيها اي مشاكل. طبعا مع خدمه المنتنس او الصيانه مال الخدمه اللي مركب لك اياها ان شاء الله بتلقى يتصلون بالتليفون حق العميل. نعم. فلان اليوم عندك خدمه تعال المفروض نشيك على السياره. نعم. نتاكد منها وننظفها ونردها كما كانت لك ضمن الخدمه. طبعا ابو محمد هاي الخدمه اللي نقدمها نحن اشياء كثير نسويها مو بس هذا الشيء. طبعا هذا الشيء اللي نتكلم عنه فيه بعض الزباين يجيني اليوم يقول لي انا اريد اركب بس ابغى افحص لي سيارتي. عندنا اجهزه متخصصه في هالشيء. الشخص اللي يجلس يمكن يعاين السيارة يمكن يأخذ له نص ساعة لساعة في معاينة السيارة هذه ويتأكد منها ويأخذ تقرير عندنا مصور مع أوراق يسمونها فاكتة أو واقعية مطبوعة تقرأ قراءات من الأجهزة اللي شفتوها اليوم شفتها معنا. فهني الشخص اللي بيروح مكان ثاني أو بيروح عند الوكالة بيشوف أو يبي يجرب خدمات فيشوف التقرير قبل أن يحصل خدمة. طبعا الخدمة هذه متميزة نحاول نكون حق الكاستمر. نحن اليوم وجدنا وجينا حق الخدمه هاي شفنا في نقص في السوق نحن المحلي على اصدار او توفير الخدمات حق الزباين. الناس وايده عندها سيارات زينه ورافه يعني مترفهه فتبغى ترفع لهم مستوى الخدمه حقهم. ليلى ستيل we needed to find all the small square marks and slight scratches that what we could remove and not remove by deep polishing. We were gonna do a 3-step paint corrections for your car because it's a black car, so it usually have a very strong paint, and we needed to done like a 3-stage paint corrections. ده ما هي بتغلي سيارتي مختلفة عن الحين؟ نعم اللمعة وشوف اللون أبو محمد. شوفها سيارة ثانية. المراحل الثلاث أنا شو بتسوون لي حين يا ربي برقات حتى ما بيني. نحن محمد بتيك مسجات بتشوف من شو يسوون الجماعة في المحل هني في المركز عندنا. نعم. شو يقدمون من بطر شو لي فيديوهات فيديوهات منطرش لك إياها من أول ما تدخل الغسيل. نعم. شو يسووا بعد الغسيل بعد ما تدخل ليه ما تدخل قبل الفيديو أبا معنون مكتوب عليه حاضرين إن شاء الله صدق ولا ما أمزح وياك. نعم بنحط لك فيه العنوان بتشوف شو الخدمات اللي تستوي حق سيارتك أول مراحل اللي تستوي. طبعا بشوف الصور او الفيديوهات اللي بينك السياره من تنتقل من مرحله لمرحله في فيديوهات كم يعني. فتره اقامه سيارتي عندكم انا الحين بودرها عندكم. طبعا ابو محمد على سيارتك اتوقع على السياره هذه العوامل اللي عليها يبالها اعتقد يومين ماكسيمم لانها طبعا ما قلت لك بيغسلونها بيشيكون عليها في الليل الحين يصير تعاين بالسياره. نعم. حق الشخص الفني اللي رحنا له قبل غرفه البولش يعني سيارتي اي استلمها بعد يومين؟ نعم ان شاء الله بالله. من سيراميك ومن جلاد كاملة وتلميع وكل شيء كاملة ان شاء الله موصفة ان شاء الله عروس ما يتشوع عن الاسعار. طبعا ابو محمد مثل ما قلت كل زبون هنا له خدمات او طلبات خاصة. فهمت. حد يغسل سيارة حد يركب مخفي حد يبي يركب جلاد حد يركب سيراميك حد يركب سيراميك داخل السيارة مش خارجي. أيوة. طبعا كل واحد له سعر معين حسب وكل خدمة لها سعر. نعم. ونحن اليوم ابو محمد مسوي لهم خاصة بعد حق الزباين. نعم. من 25% لـ 35% خصم حق الناس. نعم. الزباين اللي بيجونا يشرفونا في المركز هذا ان شاء الله في نهاية المطاف ابى احصل خدمة وليست خصومات حق الناس. حصل جودة عمل أو إخراج يكون هو يعني مستانس وفرحان بالخدمة اللي توصل لك. تسلم ما في أسرع ما في. آه. طبعا أبو محمد هذا حمال غسيل
مع الغسيل اللي في بيتنا يعني. اي لو بتلاحظه هنا اكثر هذا املاح في الماء، فهذه تاثر وايد على صبغه السياره. لو بتطالع بمحمد كيف تقدر تحثه مكانه تشوف خط ياكل في صبغه السياره. سبحان الله. هذه وين نقول احنا اليوم كيف الحمايه السيراميك او البي بي اف يحمي سيارتك من هالاشياء. نعم نعم. او يحميها بالاخص ما اللي مثلي انا. إيه. انا من النوع اللي تعيش السياره عنده. انا انا ما اخذت سياره ويلست عندي اقل عن 5 سنوات أنا بحياتي. انا عندي تصور اللي تبي تشوفه مر على سيارته شوفها نظيفه هو بتلقاه ناس يحب يكون مميز عن الناس كلها. سبحان الله. نعم. هذه الاشياء كلها ان شاء الله بتشوفها شيء ثاني نظيف ان شاء الله. هذا ياكل من صبغه السياره. مايد الحين شو الشيء اللي بتقدر تقول لي اياه هنا؟ طبعا محمد اللي بنركبه البي بي اف اللي هو الجلاد. الجلاد عن السيارة. الجلاد نوع واحد ولا عدة أنواع؟ عدة أنواع بس نحب نحط لك أجود واحد اللي هو الداينو شيء. اللي يتم السيارة بعد ما نسوي لها العناية بها تتم لمعتها كأنها سيارة أمس مخلنا من الوكالة. نعم. وتطول معك اللمعة والحفاظ على السيارة. نعم. الشيء الثاني ركب لك سيراميك من داخل السيارة بتبقى السيارة ناعمة من داخل. هي نعم. 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 هاي بتشوفها إن شاء الله ونظافة ثانية بتكون. نعم. والمخفي بنحط لك إياه عازل حراري شفاف. أنا ما أريد مخفي. لا. أريد العرب تشوفني وأشوف العرب. هذا اللي نبي نحط لك إياه شفاف عازل حراري. نعم. ويكون قد المغام إن شاء الله سيارة نظيفة جديدة تشوفها كسيارة أمس طلعنا من الوكالة. نعم. وفيها عزل حراري عن الشمس وهي الصيف. جزاك الله خير. بالأخص عاد هالموتر المبروك. لا إن شاء الله. هذا يسدك إنه نسمو. نعم. نعم. ها النيسان أبوي سيارة لا يعلى عليها، سيارة ملكية ما سيارة عادية، ما بماخوذة بارخ بهانس بلك وتومان بهايك الحكي. نعم. فالسيارة الغالية والثمين وينبغى الإنسان يحافظ عليها بشتى الطرق وبكثر كثر ما يقدر. يعني ما يستوي إنك ماخذ السيارة مثل من بهالجيمة تروح إنك يتركب لها الشيء البسيط برايه عليك بالزين لو غلي ثمنه، لو غلي ثمنه عليك بالزين بهذا الزين بوي زين للزين حرمة الزينة تبى مهر عالي البنيان الزيني بفراش زين الإنسان الذويق بوي يبى فراش غاوي ديكور غاوي في بيته بمسوي القصر وتحطه من داخل خربطيشن ما يستوي. يعني الله يحفظك إن شاء الله يا أبو عاشة ومشكور وما قصرت على كل اللي بتسويه. شكرا جزيلا ورحت بشوفك ولقاء كان ممتع ومميز. انت بكبرك مميز. الله يطول عمرك يا ابو محمد وعمرك على الزياره هذه. جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. نتشرف ونكون على قد المغام اللي انت مرتجي منه. يحفظك. الله يحفظك يا ابو عاشر. تحياتي لك وللاسره الكريمه. بودع ابوي عندكم هالمبروكه. الله الله فيها محفوظه ومشيونه. جزاك الله. شوف انت كم سؤالك تقرا عليها. هاي الاجراء ابو محمد دوم اللي احنا نسويه اجراء روتيني. نعم. حق اي سياره بتي نشيك عليها بكل مكان ويتسجلونه. نعم. في سجل لانه يوميا الكستمر بعدين خدمه لان احنا اليوم ما نشوف العميل يجينا مره واحده يروح. نعم. نحن نشوفه كشريك لنا يدخل ولي ونتابع ونعرف حاله السياره. من احسانك وطيبك هذا المعهود بكم. ويسلمك يا ابو محمد. نسير وننهي الرمسه كلها. هذه سياره مايد مخدومه وزاهده. وهذه سيارتي انا. شو اللي يفرق الحين بين السيارات؟ تلاحظ حتى التواير لمعتها بالرنقات. ايوه. لان عليهن السيراميك اللي بنحطها مثل السيراميك اللي عندك. ايوه. ما يمسك الغبار والكتشره الكرمت البريك يمسك في التاير. ايوه. هذا انتم تحطونه. نعم. وهذا لو بتلاحظ محمد كيف السياره تامه ناعمه بعد ما تمت معالجتها. هذه كانت السياره يمكن أسوأ من سيارتك. سبحان الله. الشموخ اللي كان عنها تروى ما قال بين بعيونك تشوفه من بعيد. لا اله الا الله. والحمد لله الشباب نظفوه وعدلوه. انا شو رايك تحطوا لي مخفي 5% فوق العازل؟ شو رايك؟ تبع هو عازل 5% موجود. هي بس حطوا لي منه. انزين 5% ان شاء الله. انت كم الحين المخفي ما سيارك؟ انا 50. لا لا انا ما اريد 50. اريد 5. حاضر. شل الصفر ان شاء الله. حاضر. اي نعم. اي الحبيب. أنا حياك. بسم الله. أنت من وين؟ أنت من وين؟ أنا؟ هي من السودان. أه؟ من السودان. أحلف. صدق والله؟ والله نعم. لا لهجك سوداني ولا شكلك سوداني. صدق والله؟ والله نعم. والله؟ نعم بس رابي في هالبلد. إي ما شاء الله. زين ما علي رابي هالبلد أخذت الصبغة من هالبلد بعد؟ لا. ها؟ أب وأم سودانيين. أبوك وأمك بعد سودانيين؟ الحمد لله. لا. يعني ما فيك خليط؟ لا والله. يا رجال قول غير هالكلام.
في اي مستشفى طايح انت؟ بالجيبي العين. والله آه. يمكن ابوي حد مربي وشلوا ولدهم وعطوهم. والله مرحبا بك. شو اسمك؟ محمود. مرحبا بك محمود. توني يا توني توني يا توني توني يا توني تعال عمرو قلت صلي الكلاب. يلا استوت عنيد بعد ما بهينه. عمبرة انت حتة سكرة. عمبرو يلا يا عمبرة تعال عمبرة توني تعال ياي توني. ايها ودرني ابو يبنك الا انت ما يبني. خلاص ضرن عليك بالعافية. توني خسلت هالمقفة يا توني. عمبرة انتي سكرة عمبرو صرق ربي وضربو. عمبرو صرق ربي وضربو. أحمد إيه؟ أحمد يتسبح. لا تخبو زي زين بابا صلاح حلام بابا طلع من الحمام بخليك. زين صلاح متكلم جيفه حب شريفه لطيفه. ايوه لطيفه قول لطيفه جيفه. لا لطيفه جيفه. لا شريفه غير ولطيفه غير. صلاح قول لطيفة. لطيفة. لا حبيبي ما بسمسم. شريفة شيء ولطيفة شيء. وهل بطل ليش قدامك؟ بغل. ليش؟ شو بلاه؟ مريض. شي عورة؟ حدود. حلول. من يلسنا من مساء من قبل المغرب وهو بروح. ليش جاي انت يوم تحب بتروح ليش جاي؟ باكر غير واليوم غير. انت وين بتصير الحين؟ وين؟ شو بتصير تسوي؟ بس كلهم عند منو؟ صلاح الحين توك ترى مسوي عمو لطيف في الدمام. زين كيف كلمت شو؟ برنامج هذا؟ تليفون ولا فيديو؟ لا الاثنين. بوتين. اصلا بعض ملانا رجاله واسطه من السعوديه وكويت. كيف؟ بوتين في واجد كلام. وين صديق فيه؟ ايوه. ما مشكله مين ولا؟ خلاص زين ما في مشكله حبيبي. شو يا زيد؟ خذي ولا بابا؟ وين؟ دبي. على كيفك بس عندهم خاله خديه شبه يعني. ايه زي ما شي مشكله. لا صلاح يسلموا عليك اللي في دبي داقي مساعه تليفون قالوا وين صلاح؟ ايه؟ قلت له صلاح. قلت لهم صلاح ابوي ما حد. قالوا سلم علي. يسلمون عليك سلام كثير. زين في دبي كلمنا في كل ما قلت لك. زين ايه وسلموا عليك. يقولوا يوم بي دبي خلوا يجينا ان شاء الله. ما شي مشكله. غمهم عندك روح بيت اقول لك تيلك لا تحاتي. زينب اهم شيء لا تخلي حد عدالك حتى هو لا تخليه يسمع اسد. بس هو بعطى تليفون يوم بيعطون العنوان. زين انت؟ ايه ولا تخبرون سرنا مكان فلاني ولا يينا ولا شياته. ترى كلنا ابوي يقضي ويمضي ما يخبر حد. وانت ابوي هبا خير عنكم العرب ليه من غير. صلاح زين؟ شكرا. أربعة صح؟ شو بكرة؟ بكرة الأربعة هنا سيدة هني خميس الصبح بتروح.
زين على كيف على كيفك؟ لا يكلم شو يقولوا صدق والله؟ عم سلاسل هذا وقت التليفون هي بتصيرون؟ ايه الخميس طلع يقول خميس وبنايدي الساعة بتصيرون عندكم دبي؟ وبتون متى؟ نو هناك مريم لا تقول قدر الان ده اه بتباتون في دبي عندكم مريم ايه لكن بتصيرون هلا حتى مريم لا تقولوا ها وين صرتوا يا ويلك ايه ولبسوا لبس زين لبس صلاح لبس فنان دوم ايه دوم سوا سوا شيء كندوره ايه بتيس هناك تسو تسجدام اللوادم دنده لا تحط له بخريطه حط في دنده في سمانه ان شاء الله صراحه حبيبي ما بتودي لهم هديه وانت ساير بودي لهم هديه بس قاعد تصير عند عرب ما تودي لهم هديه احنا بنسوي لي ترتيب بتودي لهم باكر ليش شوف انت بتسيرون يوم الخميس ايوه الساعه كم صبح بدري تروح بابا يعني الساعه 8 لازم ايوه 8 9 يطلع 9 الساعه توعدوا الدريول يجيب اي بتون هي بسلم عليكم ايه؟ وبتسيرون ايه؟ يوم بتون بسوي لكم عقيله تودونهم مشكله بابا اجود انزين زين على خشم صبح يجي يلا تروح هناك بعدين في زحمه باكر تذكرني زين لا ابي اخبركم قوم حفيظ يسوون عقيلي يلا لا تنسى صلاح قول حق حفيظ يزهب لك عقيلي سر 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 تقرد حفيظ بسرعة حاجة معيك أنا يوم الخميس حيا إن شاء الله صلاح ما بتودي محسن وياك دبي خاف هذا بينيوم ليش وهذا كلام وكلام يقول لك وايد تتكلم ما بيقول مش هتكلم حاجة ما بيتكلم صلاح شو صلاح ها تودي ولا لا وشي كده لا شو بلاك شو تجايب حينه شو جايب ليش هذا هو على طول يجي مدرك انا اقول ما يجي مدرك ليش يعني لا ممنوع مش عايز اشوفني في المطبخ ليش شو ليه ليش شو ليش ليه مشكله ريحه مال المطبخ انت بتخيس كناديرك كلها ريحة المطبخ فلذاك سووا لك لكموا لك صلاح في ريحة صلاح في ريحة صبر ما في ولا ما في ما في ريحة هي لسعية الحين خلى الصبات أيوة الصبح يقول ريحة كلام ها يقول لك مرتين شافك روحك كلها ريحك مطابخ تعالي يا تعالي يا اسمع الأوردر الحين صلاح خوز انت منك عنه خوز باكل يلا صبر قول له صلاح قول له شو تريد ما اعرف اريد صلاح خبر شو تريد هذا هو شوف ما بكره ولا بكره سوي له عقيلي بيصير دبي بيوديه هديه الساعه 8:30 ريدي سووا 4 درزن حفيظ زين سووا درزن 4 سووا ناضي لونه حمر السمسم منسوف ومنخور زين ما زين ومهنهن غادي حمر زين سووا زين 4 درزن يوم الخميس الفجر جاهز الساعة 8:30 9 صلاح بيصير دبي بيودي هدية زين صلاح خلاص يلا قول له شكرا بدي كيس هو واصل هالكرت بلاد من كبره ما شاء الله هي لكن على حله المزاريع والمريخات افراح المزروعي والمريخي ما شاء الله تبارك الرحمن يسر سعادة ابراهيم عبد الله المزروعي وسعادة سعيد بن حاضر المريخي كلها امة لا اله الا الله امة محمد كلها خير وبركة وكل الناس طيبين وكل الناس زينين وكل الناس فنانين لكن حد من العرب أنا رابي وياهم مستوي وياهم لازم أني بطريهم بالعدل وأنا أطري الناس كلها بالخير وبالبركة وبالشيء الزين يا غير حد من العرب أزيد في الرمس لأجل عشرتي وياهم ويا هاليتهم ويا من استويت فكل إنسان وله بعد بغاية بعد أبوه لازم لي بغاية بعد أنا غير
المهم شيء طبيعي انا في الجيم. الجيم في اليوم فيه ناس وايدين ما شاء الله، كم مو بوايد وايد، تقريبا ما يقارب 25-30% من الرقم المعتاد يعني، لكن الحمد لله يعني في 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 ساير شيء جاي يعني، لاني انا بعد الجيم ما داني يوم هو خالي يعني، فالحمد لله يعني 30-25% زين. يلا لا تقولون ما حد قال لكم، دكتور شريف مطر، دكتور شريف مطر منزل عروض خاصة أو عروضات خاصة بمناسبة عيد الاتحاد، فالحق ما تلحق يا